في السينما القديمة. لا كانت فعلا كان أدواره مش هي البطولة، بس كانت بتدينا حاجات بتحسسنا ان هي فعلا بتضحك. انا بحب يعني الكاركتر اللي بيقدمه، ان هو ماشي في الواي بتاع الكوميدي. وانا قابلته مرتين قبل كده، يعني كان في ايفنت ليه علاقه بمستشفى بهيه، وكانوا مستضيفين بعض الممثلين، وبرده حضر مره عرض انا كنت شغاله فيه، عرض مسرح. فانا بحبه كشخصيه كممثل. يعني هو ممثل شاطر قوي عامه، بس هو مش واخد حقه، يعني ما طلعش في ادوار باينه قوي ظاهره لدرجه ان احنا نبقى فاهمين يا فاكرين قوي الدور. بس لا هو كده كده ممثل شاطر. هو بتاع المكنه، هو ده اكتر افيه معلق معايا، يعني بتاع لما كان في مع احمد سعد تقريبا في السجن اللي هو كان في زنزانه، يعني وقال له يركب المكنه دي على الحيطه. يعني كان في مسلسل اللعبه ومسلسل مكتوب عليا، كان طالع فيهم سعد دمه خفيف يعني، بس هو مش واخد حقه للدرجه. المفروض يكون متواجد شويه في الاعمال الجديده برضو، ان هو يدي خبره للشباب الجداد والممثلين الجداد. متربيين عليه من واحنا صغيرين، شفت ليه اعمال كتير جدا وعجبتني، شفت له مكتوب عليا وجميل وعجبني، بتمنى يكتر من اعماله الفتره اللي جايه. هو ممثل قوي جدا وكويس جدا، انا يعني عارفه من زمان، كنت بسمع له حاجات كتير قوي. هو يعني ممثل من الناس اللي هي كوميديه اوفر كده، كنت بحبه قوي. كان بيطلع زمان في برنامج مع حسين، و يعني احنا نتمنى والله نشوف له فيديوهات كتير وافلام كتير وممثلات كتير الفتره